هلا اول شيء بالجهل له دور كبير، لانه بهذا الوقت اول شيء كل الاوضاع صعبه. بنفس الوقت كمان للمال دور كبير بالفقر والاوضاع كلها عم ترتبط الجهل بالمال، فيعني الاسباب دائما متعدده، يعني العوامل كلها مرتبطه ببعض خاصه بسبب الاوضاع، فالجريمه عم تصير يعني شئنا ام ابينا. هلا هو بشكل عام الثلاثه لهم دور يعني، بس انا برجح عن جد انتشار الفقر اللي صار موجود حاليا له دور كتير كبير بهالموضوع طبعا، وقله الوعي وقله التقوى قله الايمان برب العالمين، يعني انه صار الواحد يعني الكل معرض انه يعصب والكل معرض لاي موقف يعني بيستفزه، بس ما المفروض الواحد يتمالك اعصابه شوي، يعني ما معقول كل ما واحد يعصب من واحد بشيل المسدس وبقوصه، ما عاد في إيمان، ما عاد في وعي، ما عاد في، ما بعرف، الفقر له دور كتير كبير بالموضوع، يعني الأوضاع الاقتصادية اللي صار المواطن معرض لها بتعمله ضغط نفسي أكيد، هالضغط النفسي عم يعمل له انفجار من أمور كتير ما عم يقدر يتحمل شيء. كل عمره الجرائم موجودة ببلادنا ولا ببلاد تانية، بس هلأ السوشيال ميديا عم يخلينا نضوي أكتر عليهم. أكيد الأزمة الاقتصادية مأسرة على الكل، فصار الواحد بمرحلة قبل ما حدا كان يجوع، فهالشي أكيد الواحد بده ممكن يعمل أي شيء. أنا ضد طبعا، ما في شيء ببرر، بس والسلاح المنتشر كمان بيخلي الواحد يستسهل للجريمة، هدول قصص أكيد. وهلأ السوشيال ميديا هو اللي عم يخلينا نشوفها أكتر للجريمة، قبل موجودة يعني إن كان عنا ولا بأي بلد موجود إنسان السيء بده يعبر عن نفسه إن كان بجريمة أو بفعل سيء أو بأي شيء، بس هلأ الإعلام أو السوشيال ميديا عم تخلينا بسرعة نشوفه. أنا بشوفه إيه، مع أنه أنا باخدها بقيسة على نفسي، ما في شيء بيبرر لي أأذي غيري لأحصل على شيء لنفسي، أنا هذا الشيء أنا بنظرتي، يعني ما في شيء بيبرر لي أعمل شيء بسيء لأحصل أنا على شيء إلي، ما فيني يكون بهالأنانية، إنسى المجتمع، إنسى الناس، لأن يعني كل حدا له حدا غالي عليه، فأنا بأي حق بدي أسلبه حياته أو أي شيء بيملكه لأحصل أنا عليه، هذا الشيء أنا ما بشوف له أي مبرر، والمجرم سيء 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 طبعا. يعني في كتير أسباب كتيرة، أول شيء الفوضى اللي عايشينها. هلا أنا رح أقول لك إني أعرف عن حالي، أنا اسمي معينة شرابي، رئيسة جمعية تعافي بتخص المخدرات يلي الشباب عم يتعاطوا، هي الحبوب المنشطة. من حسن حظنا أكيد رأيك جدا مهم، فهذا من خلال عملنا الميداني بجمعية أنا كتير بتعرف على شباب ومناخدهم على المشفى ومنعالجهم، منهتم بحالتهم النفسية، فالتعاطي كتير له دور كبير بالجريمة. تعاطي يعني الشاب لما بياخد بيكون أكيد طلع خارج طبعا، أي طلع ما بقى عم يتصرف بدون وعي، فهي بيؤدي للجريمة. التعاطي بتؤدي للجريمة واضحة طبعا، من نتائج التعاطي المخدرات الجريمة، يعني هي احد نتائج السلبيه طبعا. اكيد الكل مع بعض، لانه الاحداث هي نشرت سلاح، نشرت غيرة مفاهيم الحياه وحب المال بالنهايه. والله انا برايي هو الفقر اللي بيدعي لانتشار الجريمه، سواء كان سرقه او قتل او محاصصه او اي شيء. لما انا بكون انسان فقير بحاول لاقي اي وسيله لاحصل على لقمه عيشي، او ممكن في بعض الاسباب بتكون الطمع، نحن ما عم نحكي عن موضوع الطمع، بس لما بيكون الانتشار بشكل واسع على هذا النطاق فبظن الفقر. يعني بالنسبه للجهل هو اساس يعني ارتكاب الجرائم، وعدم الاهل هن لهم دور، يعني عدم ملاحقته لاولادهم بالمدارس، يعني كثير لما نشوف التسيب الموجود سابقا ما كان موجود، كانوا الاهل يعني اذا انت بتشوف مدرس كنت انت تهرب من طريقه احتراما له، هلا لسه الطالب بتشوفه بالشارع يعني حتى احترام للمدرس للاهل ما في. شوف ارقى الدول، شو سبب تقدمه؟ الالتزام بالقانون، والكل ملتزم بالقانون، وشوفها من الناحيه العلميه بتكون ارقى الدول هي الدول المتقدمه والمهتمة بالتعليم. فبتمنى أن من الكل سواء كمؤسسات حكومية أو مجتمعات منظمة مدنية تنظيم مدني الاهتمام بالتعليم، لأنه هو أساس تقدم المجتمع. والله في يعني في كمان أسباب تانية، يعني هي الوضع المعيشي، الوضع الاقتصادي شوي متردي، بس هذا ما مبرر طبعا، يعني
السبب؟ يعني هذا احد الاسباب، بس عند ضعاف النفوس فقط، يعني الناس الفهماني والمثقفي واللي عنده يعني هيك شويه حب للخير ما بترتكب جرائم، ما بتاذى في، يعني سبب اساسي هو سبب تعليمه، سبب فكره، سبب ثقافه، يعني انه هو مثل ما تفضلوا الاخوه، يعني سبب الجهل، قله التعليم، قله يعني التقوى والمخافي من رب العالمين، هو 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 هذا هو السبب الاساسي. يعني الفقر هو سببها، الفقر ما حد يخلق ما بيسوى، بس الظروف تخلي للواحد يرتكب اي شيء. غياب الوعي، الردع اللي بيرتكب جريمه، لو في ردع لإله بشكل صارم، مكان الواحد ارتكب جرمه وبمثل بصير مثل، هذا سرق عاقبوه مباشره، مو بعد شهر يتركوه. ما كان العالم فكرت تسرق، كانت لجت لطريقة تانية وكانت حذرة جدا. فيك تقول للجيل، وفيك كمان تقول للمال، يعني هلا صار في فقر كتير يعني بالمحيط، يعني في عالم بتعمل هالشيء مشان المال، فيك تقول مثلا تشليح كذا هيك، والفقر والجهل كمان بيلعب دور يعني.